معادن نادرة اكتشفت بكميات كبيرة في عدة مناطق في سوريا من قبل شركات أجنبية، ليتضح أن قيمتها تضاهي الذهب وأن الدول الكبرى تتسابق للحصول عليها. فما القصة؟ وسائل الإعلام المحلية أعلنت أن شركات أجنبية تابعة للجهات التي تسيطر على الوضع في سوريا حالياً كانت تقوم بعمليات بحث وتنقيب موسعة في سوريا باستخدام أدوات متطورة وأجهزة حديثة استقدمت من الخارج. وخلال عمليات البحث نجحت تلك الشركات الأجنبية في اكتشاف معادن نادرة تضاهي الذهب بأهميتها في عدة مناطق سورية، حيث صنفت من بين الموارد الأندر في العالم. وبحسب الخبراء فإن تلك المعادن التي اكتشفت حالياً تسمى بمعادن المستقبل، وترجع تسميتها بهذا الاسم إلى أنها ستصبح أغلى من الذهب في الأيام المقبلة. وتعود أهمية المعادن الجديدة المكتشفة إلى أن هناك توقعات بأن تسيطر تلك الموارد النادرة على السوق العالمية في المدى القريب، وذلك نظراً لاعتماد معظم الصناعات الحديثة عليها، خاصة تلك الصناعات التي تتعلق بابتكار أجهزة إلكترونية تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الصناعي. وحول المعادن النادرة التي عثر عليها في تلك المواقع، أشارت الصحف المحلية إلى أن الشركات توصلت إلى اكتشاف أكثر من 8 أنواع نادرة وباهظة الثمن في عدة مواقع شمال شرق سوريا، حيث تحتوي تلك المناطق على معادن مثل الليثيوم والألومنيوم والنيكل والكوبالت والنيوديميوم والجرافيت والنحاس والفضة. أما عن كمياتها، فأشارت التقارير إلى أن الكميات التي اكتشفت في عدة مواقع في المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا تعتبر كميات كبيرة تلبي احتياجات الشركات العالمية لعقود من الزمن. ويتوقع الخبراء أن تبدأ الشركات بالاستفادة من مخزون المعادن النادرة خلال عام أو عامين اثنين، تزامناً مع استمرار أعمال التنقيب بشكل مكثف. وحول استفادة السوريين من تلك الموارد النادرة، أكد الخبراء أن السوريين على الرغم من معاناتهم الاقتصادية في الفترة الحالية لن يستفيدوا من الخيرات الموجودة في بلادهم، حيث ستذهب عوائد تلك الثروات للشركات والدول التي تستثمر في المنطقة. ويشير الخبراء إلى وجود عدة مناطق على امتداد الجغرافيا السورية مليئة بأنواع نادرة من المعادن، وذلك بعد تحليل طبيعة الأرض والصخور والبنية الجيولوجية للكثير من المناطق في سوريا، الأمر الذي جعل شركات التعدين الكبرى على مستوى العالم تضع نصب أعينها على المعادن النادرة الموجودة في باطن الأرض، حيث تصنف سوريا على أنها مواقع خام لم تجري فيها أي عمليات بحث وتنقيب.